توصل لرأي العام اللبناني. نحن لو ما ضربنا من قدامه طق الفيبر اللي موجود على جوانب ودخلت المي لجوا على قلبه كنا نحن قطعنا، كان بقلنا يا 3 دقائق يا 5 دقائق نطع مياه الإقليمية. هو أخذ فينا قرار عمدا أخذ فينا القرار، فات فينا. عم بيقولوا هن بالتحقيق إنه نحن فتنا فيه. كيف؟ الدنيا كلها خسرتها انا. انا بالنسبه لالي هاد الدنيا كلها بعيني واقطع نيلي، ما في شيء بقى بيعني لي. انا بالاساس بالاول انا عبلوم حالي حاليا كاب انه طلعت وخاطرت، بس انا كنت ضامن انه ممكن بدي اوصل، لانه كنت عم شوف بعيني انه كل شيء اللي عم يصير من ميكانيك، من تجهيزات، من لايف جاكيت، كل شيء في سبل امان. البحر أنا مني جوعان وإخواتي منا جوعانين، والحمد لله نحن بنشتغل ومن عرق جبيننا نحن عم نكسب وقادرين نحن نطعم أولادنا، بس حب الدواء ما عندهم، تحميلي ما في رصاص طايش. ابني يمكن يموت برصاصة طايشة، يمكن يموت بسيارة هربانة منهم هن من فسادهم، يمكن ما بنعرف. هيدي البلد ما فيها أمان. لوان التحرك بس دلالة. أنا عم خاطر كل يوم بابني قد هالرحلة على مليون مرة. بدي خبرك على شغلة، رحنا لنشوف ابن أخي بالبراد بمستشفى الحكومة، بعد عم نفتح نشوف ابن أخي صغير ما بيتجاوز عمره 12 سنة 13 سنة، فتحنا البراد لقيناه مفتوح، ما في كهرباء، ما في كهرباء لحتى يحافظ على برودته. هيدي البلد كلها عم تغرق، ما بس نحن غرقنا، هيدي البلد كلها عم تغرق وهن مطنشين، هن مطنشين، هن شايفين هذا الشعب، هن ما بدهم يعني باسبور. انا رح اروح، انا بدي اكون معك غير شرعي صحيح، مزبوط عم تحكي غير شرعي، بعطوني باسبور، اعطوني باسبور ولا باسبور لاولادي لانا احمل حالي واطلع. اعطوني باسبور، بست اشهر ما بيطلع على الباسبور، ليش؟ بدو يخلونا هون ليقبرونا هون او روح موت بالبحر.